هنا عندي باتونيكراب قطعته بهاد الدوائر، وهنا عندي لادانت شرائح ديال لادانت هلا. المهم البنات تابعوا معايا نوريكم. هنا عندي الروز ديالي درت معاه الزيت البلدية. هنا عندي هنا غدا نحط النص ديال التزيين أو النص غنديرو ف المكونات، غندير كلشي المكونات. مزال راه منسيت مقلتش ليكم مايونيز، غدا ندير المايونيز، نحطو بالمايونيز. هادشي كتجي رائعه البنات، وكتجي بنينه ورائعه، وهاد الطون عرفتي راه غزال 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 غزال. هاد الطون هانتوما مازال غادي نقطع هاد الطون بالفرشات. المهم هادو هما المكونات ديالي، وهاد الكنبه راه للتزيين، هادي راه للتزيين غادي نخليها للتزيين، هي والفجل والبيض. المهم نخليكم معايا، من بعد غادي تشوفوا التزيين ديال لي سلطه ديالي، انا غندير فيها مايونيز. المهم البنات بدينا كنزينو بالفجل ديالنا، باش كيجي واحد اللون رائع، كيجي واحد اللون غزال، كيجي اللون زوين ديال هاد الفجل، وكيعطي منظر ويعطيك حتى الكنات تاعك ديال الصالاد. هادي صايبتها بهاد الكامبا، هادي بالكامبا، وهذا السيرمو محكوك وشويه الفجل محكوك، ها هو تحطيه بهاد الطريقه هادي هكا، وخز وهذا سنتوبلو هاد البيض حتى هو. مايونيز كل واحد باش كيزين هذا. البنات المهم انا زينتها بهذا الزيتون الكحل، يعني كانت خاصه شي حاجه كنقول خاصه 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 شي حاجه. المهم عطات هذا المنظر الكحل زوين مع هذا الاحمر الاخضر الرجا والوداد، اللي كيحب الرجا انا درت ليه الكولور ديال الرجا، واللي كيحب الوداد كذلك والمثال. المهم هذه هي لي سلطه ديالي بالصحه والراحه. والبنات ما تنساوش تابوني معايا وديروا لايك وتضغطوا الجرس، وكنشكر الناس كامل اللي كيتفاعلوا معايا واللي كيدعموني، ومن لافامي ديالي من الاكبر الى الصغار، والاصدقاء والصديقات كاملين اللي كيدعموني على هذا المحتوى ديالي.